المشاريع والاتفاقيات اللي وقعت حاليا يعني الى اليوم ولسه ما خلص يعني المنتدى 23 اتفاقية، كل في مجالات متنوعة كلها مع شركات كبرى. لكن ايضا لابد ان نذكر ان الحضور السياسي المهم مثل كوشنر كمستشار رئيس ترامب، اليوم في جلسة الحوارية ذكر يعني معلومات مهمة عن توصل الولايات المتحدة مع الصين لاتفاق حول المشكلات اللي كانت عالقة تجارية نعم بينهم. وجود ملك الأردن أيضا كلمته اليوم، رئيس وزراء الهند اللي تعتبر مملكة أول يعني مورد أو مصدر للنفط بالنسبة للهند، تعتمد عليه المملكة اعتماد كلي. لهم أيضا مشروعات. البرازيل دخلت معنا هذه السنة في مشروعات لم تكن موجودة. ففيه علاقات جديدة للمملكة وعلاقات داخل هذه الدول اللي حاضرة أصلا. يعني على سبيل المثال مثلا من المشروعات الضخمة اللي وقعت اليوم والملفتة للانتباه اللي مشروع الكهرباء في منطقة جازان. احنا نعرف انه هذه المنطقة تعاني من مسألة يعني مشكلة الكهرباء من فترة. اليوم دخل شركاء من اقوى الشركاء العالميين في مجال الكهرباء والطاقة زي شركة اكوا باور واير برودكتس مع ارامكو، ونسبة مشاركة ارامكو او ملكيتها في المشروع كله لا تتجاوز 20%. فمعناه ان هذول الشركاء هم مستثمرين ملاك لهذه المشاريع وليس يعني مؤشر كال الاستقطاب المستثمر عشان الأجنبي. استقطاب، طيب أنا فأصبحت سأنت